الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، التواصل ما شاء الله مع هذه الانطلاقات الجميلة المميزة في هذا الميدان منذ لحظات أعلنت اللجنة، مشكورة ما شاء الله على انطلاقة شوطنا التاسع في مجموعة هذه الأشواط ضمن مكرمة مشيخ تحنون بن محمد الهيان ممثل رئيس الدولة في المنطقة الشرقية على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة. هيلمان لسالم خيط بن سعيد بن محمد الشامسي، النقلة على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني بنقول شاهينية عبد الله بن سالم مصبح بن صروخ، بينما اللي في المركز الثالث الشاهينية على ما أظن في ثلاث مراكز، ولا نوفا لعبد الله بن أحمد بن خليفة بن حميدان. نقلتنا على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع بنقول الدانة لسالم عبد الله الحميدي بن تميم، بينما اللي في المركز الخامس، المركز الخامس غند عبد الله بن نايع بالشاوي الاقفري. هكذا ايها الاخوه مستمعينا حضورنا الكريم كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم كامله مكمله. هيلمان مسيطره على المركز الاول وصامده على مقدمه هذا الشوط، سالم بن مخيد وسعيد محمد الشامسي، بينما اللي في المركز الثاني الشاهينية عبد الله بن سالم بن صروخ النعيمي، وفي المركز الثالث غند عبد الله نايع بالشاوي الاقفلي، رابعا بالدانة سالم عبد الله الحميدي بن تميم، وفي المركز الخامس هناك نوفا لعبد الله بن احمد بن خليفة بن حميدان. ها هي النتيجة يا نوفا، ها هي النتيجة يا هيلمان. هيلمان مسيطرة على المركز الاول وصامدة على هذا الموقع الجميل وهذا الموقع المميز مع السيطرة. تهانينا والناموس لسالم بن بخيت بن سعيد بن محمد الشامسي على هذا الأداء الجميل والراقي التي تقدمه هيلمان هنا في هذا الانطلاق الجميل. هاي لحظات صورة خط النهاية، المركز الأول، المركز الثاني لعبد الله بن سالم صروخ، المركز الثالث للسيد عبد الله نايع بالشاوي، المركز الرابع لعبد الله بن احمد بن خليفه بن حميدان. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، المراكز دعناها عليكم بالوفاء التمام.